بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائي وأعزائي متابعين سلسلة حلقات Pharmacist Guide. حلقتنا لهذا اليوم راح نجي نكمل الـ Treatment of Diarrhea، وراح نبلش بالمجموعة الدوائية الثانية اللي هي اسمها Anti-Motility Drugs. بعد ما تكلمنا بالبارت الأول بطريقة عملية على محلول الإرواء الفموي، عرفنا إحنا شلون نصرفه، وبنفس الوقت فهمنا ما هي الملاحظات أو النصائح العملية التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أثناء صرف محلول الإرواء الفموي. اليوم إن شاء الله أيضا راح نتكلم بطريقة عملية على مجموعة دوائية مهمة اسمها Anti Motility Drugs. مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة أنه الباثوفيسيولوجي أوف دياريا تتضمن الآتي: زيادة بالإنتستينال موتيليتي، وزيادة بالووتر سكريشن، وديفكتيف ووتر ريابسوربشن. في الحقيقة أني حتى أجي أصنع علاج مضاد للإسهال راح أشتغل على الانتستينال موتيليتي، وبالتالي بما أنه الإسهال يتضمن زيادة بالانتستينال موتيليتي، يعني الميكانيكية حدوث الإسهال تتضمن زيادة بالانتستينال موتيليتي، أنا راح أجي أصنع علاج هو أنتي موتيليتي دراكس، أقلل من هذه الزيادة الحاصلة بالانتستينال موتيليتي. فلذلك إجيت وصنعت الدايفينوكسيليت والأتروبين مجموعات بعلاج واحد اسمه اللوموتيل او انتيروستو، وجيت وصلعت اللوبيراميد المشهور باسم تجاري هو الفاكونتيل. ومثل ما ذكرنا انه توجد هنالك ادوية اخرى ضمن هذه المجموعة الدوائية، لكن في حقيقة الامر والواقع هذه الادوية غير متوفرة في الصيدليات العراقية ولا يتم التعامل بها في العراق، وقد وضعتها في هذه الحلقة لغرض الاطلاع عليها لا غير. أول شيء نبلش بالإنتيروستوب. في الحقيقة الإنتيروستوب يتكون من مادتين اللي هي الدايفينوكسيليت هيدروكلورايد وتركيزها 2.5 ملغ، ويحتوي على الأتروبين صلفيت وتركيزه 25 مايكروغرام. في الحقيقة هذا الدايفينوكسيليت والأتروبين مجموعين بعلاج واحد مشهور في العراق تحت اسم تجاري إنتيروستوب أو لوموتيل أو كوفينوتروب، ومعروف بالصيدليات بتعبير المرضى بحب الإسهال الناعم. زين، ما هي الميكانيكية التي يعمل بها هذا العلاج؟ الدايفينوكسيليت هو سينثيتيك ميبريدين، ما عنده أنالجيسيك أكتيفيتي. الآلية أو الميكانيكية اللي يشتغل بها يقلل الجي آي تي موتيليتي، والدايفينوكسيليت والأتروبين يقللون البيريستاليسيز by acting on the smooth muscles in the intestine. زين، قد يسأل سائل ما هي الغاية من وجود الأتروبين مع الدايفينوكسيليت؟ هو أصنع علاج في دايفينوكسيليت باعتباره هو عنده أنتي موتيليتي إفكت ويقلل الجي آي تي موتيليتي. في الحقيقة الدايفينوكسيليت هو يعتبر دواء مضاد للإسهال، وهو مشابه من الناحية الكيميائية لمسكنات الألم الإثيونية، لذلك قد يساء استخدامه. وعلى هذا الأساس نضيف الأتروبين اللي هو يعتبر anticholinergic effect، حتى طبعا إضافته هو يعتبر subtherapeutic، وبالتالي الكمية اللي راح أضيفها راح تقلل الأبيوز بوتنشيال. شلون؟ راح تطلع لي أعراض الأنتيكولينيرجيك إفكت اللي هي تشمل increase بالهارت ريت، reduce بالساليفيشن and other secretions، وبالحقيقة هاي أعراض مزعجة نوعا ما، فلذلك راح يضطر الأدكت أنه يترك هذا العلاج. الملخص المفيد: وجود الأتروبين مع الدايفينوكسيليت للحد من سوء استخدام الدايفينوكسيليت. قد يسأل سائل هل من الممكن أن نرى الدايفينوكسيليت بشكل مستحضر لعلاج الإسهال بدون وجود الأتروبين معه؟ الجواب: في الحقيقة الدايفينوكسيليت هيدروكلورايد is available only in combination with أتروبين سلفيت. أعيد: الدايفينوكسيليت هيدروكلورايد هو متوفر only in combination with أتروبين سلفيت. زين، ما هو حكمه خلال الحمل والرضاعة؟ في الحقيقة احنا تكلمنا عن الانتي دياريال دراكس في الحلقات اللي قدمناها من قسم البراكتيكال انفورميشن عن حكم ادوية المضادة للاسهال خلال الحمل والرضاعة، وذكرنا انه الانتيروستوب
يصنف خلال فترة الحمل باعتباره هو كاتيجوري سي، يصنف كاتيجوري سي، أي لا يصرف إلا إذا كانت الفوائد من استخدامه تفوق المخاطر. وخلال فترة الرضاعة بعض المصادر العلمية توصي بعدم استخدام هذا العلاج خلال فترة الرضاعة. مع ذلك تجي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول هو كومباتبل. في الحقيقة المنطق يؤمن أن نأخذ بالاحتياط ونعمل به، لذلك لا يحبذ صرف هذا العلاج خلال فترة الرضاعة. إيش وقت يبدأ التأثير العلاجي مال الدايفينوكسيليت أو الانتيروستو؟ في الحقيقة بعد 45 إلى 60 دقيقة من استخدامه، والدوريشن أوف أكشن مالته تطول 3 إلى 4 ساعات. يستقلب أو يتأيض العلاج في الكبد إلى الأكتيف ميتابولايت، وهي مادة الدايفينوكسين أو الدايفينوكسيليك أو الدايفينوكسيليك أسيد. وهذه المادة في الحقيقة هي تعتبر أقوى من الدايفينوكسيليت نفسه بخمس مرات، وهو يخرج من خلال الخروج والبول بنسبة قليلة. سؤال شاغل بالي. يقول يا بقول إذا هذا الدايفينوكسيليك أسيد أو أي الدايفينوكسين هو أقوى من الدايفينوكسيليت بخمس مرات، أي شو أصنع دول؟ أي الدايفينوكسين ويا الأتروبين. تمام عمله مو تمام. تمام، هاي المرة الثانية تسأل سؤال حلو، سؤال جدا لطيف. يقول يابا إذا هذا الدايفينوكسين أو الدايفينوكسيليك أسيد هو أقوى من الدايفينوكسيليت بخمس مرات، وأجي أنا أصنع علاج بدايفينوكسين وأتروبين وأفضل المشكلة. في الحقيقة تساؤل جدا لطيف، أنا عندي أصلا علاج بدايفينوكسين وأتروبين مشهور باسم تجاري اسمه الموتوفين في الحقيقة، ولكن هذا العلاج هو مثل ما ذكرنا غير متوفر في الصيدليات العراقية ولا يتم التعامل بها في العراق، وأنا خليته هنا مثل ما ذكرت لغرض الاطلاع عليه لا غير. هل يعتبر علاج الانتيروستوب من أدوية الأو تي سي؟ الجواب، علاج الانتيروستوب في الحقيقة يعتبر من أدوية الأو تي سي فقط للمرضى الأكبر من 16 سنة. وبنفس الوقت أنه أخلي ببالي علاج الانتيروستوب يؤخذ بغض النظر عن الطعام. ملاحظة جدا مهمة تلزمها وتخليها تركية بإذنك اليمنى. الملاحظة تقول أنه علاج الانتيروستوب لا يعطى للأعمار تحت 2 سنة، ويجيب كتاب البي ان اف بنسخته الأخيرة يقول هذا العلاج لا يصرف للأعمار تحت 4 سنوات. وبنفس الوقت يجيك مصدر علمي آخر ينطيك معلومة جدا حلوة وملبلبة، يقول لك يا بالنسبة للأوردر جيلترين اللي أعمارهم تتراوح ما بين 3 و8 سنوات يجب عدم استخدامه، يعني يجب عدم استخدام الانتيروستوب لفترة تزيد عن 2 يوم. زين، ما هي جرعة علاج الانتيروستوب؟ في الحقيقة للأعمار ما بين 2 و12 سنة فالجرعة تعتمد على الوزن مع مراعاة الماكسيمم ديلي دوز بالنسبة للدايفينوكسيليت. أما بالنسبة للجرعة مالت للأدلت فهي 4 أقراص متبوعة بجرعة 2 قرص كل 6 ساعات إلى أن تتم السيطرة على الإسهال. طبعا كثرة استخدامه تسبب لي مشاكل كثيرة، واستخدامه بجرعات عالية ممكن تسوي لي يوفوريا، physical addictive properties، زيادة الجرعة أيضا من هذا العلاج ممكن تسبب لي أعراض منها drowsiness، respiratory depression وإلى آخره. طبعا إحنا زيادة الجرعة نقدر نعالجها بواسطة النالوكزون، هاي أيضا معلومة خليها ببالك. ما هي الأعراض الجانبية للانتيروستوب؟ أنا موضح لك إياها في هذا الجدول ومبسطها إليك، إنه الكمان تشمل الأبدومينال ديسكومفورت، النوجيا، الوومتينج، والليس كمان والرير بات سيريوس. هذا العلاج اللي هو الانتيروستوب لا يستعمل إذا كان سبب الإسهال هو إنفكشن، سواء كان هذا الإنفكشن فيرال بكتيريال باراسايت، ولكن يستخدم في الإسهال المصاحب للحالات المرضية كالكرونيك مايلد أرسلاتيف كولايتس، وبنفس الوقت يستعمل مع محلول الإرواء الفموي في معالجة الإسهال الحاد، ولكن يجب التنبيه لو كان هذا يجب تجنبه لو كان هذا الإسهال هو من نوع الأكيوت انفكتد دياري. زين تعال يابا أشو الأكيوت دياري سويته هنا انفكتد، وبالأورال ريهايدريشن سوليوشن قلت إنه محلول الإرواء الفموي
يعتبر هو first line treatment بالacute diarrhea بنوعيها، سواء كانت هي infective و non-infective. زين، إيش يقصد بهذا المصطلح؟ شنو infective وشنو non-infective؟ الأكيوت انفكتيف دياريا أقصد به أنه الإسهال يحدث بسبب انفكشن في الأصل، يعني عدوى في الأصل، وهذه الانفكشن قد تكون فيرال وقد تكون بكتيريال وقد تكون باراسايت. أما بالنسبة للأكيوت نون انفكتيف دياريا، سببها أوليا عندي تسمم غذائي، والتسمم الغذائي قد يكون هو ناتج عن الأوفر فيدينج، يعني عندي زيادة بالتغذية، أو أندر فيدينج ويصير دياريا بالأندر فيدينج وأسميها ستارفيشن دياريا، أو تغير في نوع الحليب أو الكونسنتريشن، يعني مثلا أم كانت تنطل ابنها خاشوقة ب 30 مل، سوتها خاشوق كتير ب 30 مل، هنا زاد التركيز والطفل صار عنده إسهال لأن ما تحمل هاي الخاشوقة الزايدة. أو مثلا يصير عندي التسمم الغذائي بالنيو أنسيوتبل فود. الأكيوت نون إنفكتيف دياريا تحدث بسبب تناول بعض الأدوية كالأنتيبايوتيك وتشمل الإمبسلين، أو اللاكزاتيف وتشمل المغنيسيوم سلفيت. أو تحدث الأكيوت نون إنفكتيف دياريا بسبب عدوى، وهذه العدوى هي بارنترال دياريا، أي أنها تحدث خارج الجي آي تي، وبالتالي مثال على هذه العدوى هي الأوتيتس ميديا والريسبيراتوري إنفكشن. فلذلك أرجع وأقول لك أنه علاج الانتيروستوب لا يستعمل إذا كان سبب الإسهال هو إنفكشن، وأقول لك أنه يستعمل مع محلول الإرواء الفموي في معالجة الإسهال الحاد، ولكن يجب تجنبه لو كان هذا الإسهال من نوع أكيوت إنفكتيف دياريا. بعد ما فهمنا مصطلح الأكيوت دياريا، يجي إلى الكونترا إنديكيتد. علاج الانتيروستوم هو كونترا إنديكيتد في الحالات الآتي: بالجاسترو انتستينال اوبستراكشن، بالمستينيا جرافيز، عندك بالبروستيتينج انلارجمنت بالادلت، باليورينري ريتينشن، بالاوبستراكتيف جوندس. في الحقيقة هاي الكونترا انديكيشنز يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار. كتاب التوب 300 فارماسي دروغ كارتس بنسخته الاخيرة شو يقول؟ يقول بصفحة 75 الكي بيشنت كونسلينج بوينت، انه هذا العلاج يسبب جفاف الفم وعدم وضوح الرؤية ونعاس، لذلك حاول ان تتوخى الحذر اثناء قيادة المركبة او اي عمل يتطلب منك التركيز. في الحقيقة هاي ملاحظة جدا مهمة، خليها ببالك. اهم التداخلات الدوائية للأدوية مع الانتيروستوب في الحقيقة with barbiturate. الدايفينوكسيليت هو يسوي potentiate للسيداتيف اكشن اوف barbiturate ويا الدومبريدون، ويا الجليسيريل تراي نايتريت. في الحقيقة مثل ما ذكرت انه الدراي ماوث هو يعتبر سايد افكت اوف اتروبين، وبالتالي هذا الشيء راح يمنع الديسوليوشن اوف سبلينجوال نايتريت تابلتس. فهذا تداخل دوائي خليه ببالك ولا تنساه. الأتروبين يقلل من امتصاص الكيتو كونازول، والأبسوربشن of ليفودوبا possibly reduced by أتروبين. عندك هنا التداخل الدوائي مع الميمانتين، يقول لك يابا أنه الميمانتين possibly enhance للأنتي موسكارينكس effect of أتروبين. فهي التداخلات الدوائية في الحقيقة ملخصة، خليها ببالك ولا تنساها نهائيا. بعد ما خلصنا الانتيروستوب، فهمنا الجرعة مال الانتيروستوب حكمه خلال الحمل والإرضاع، شفنا شكله، بنفس الوقت عرفنا السايد افكت مالته وإلى آخره. هسه نجي على اللوبيرامايد اللي هو الفاكونتيب. في الحقيقة علاج اللوبيرامايد مشهور بالعراق تحت اسم تجاري فاكونتيل أموديوم أند دياريستوب. في الحقيقة هو متوفر بقوة 2 ملغرام وموجود بشكل تابلت وكبسول. زين، ما هي الميكانيكية اللي يعمل بها علاج اللوبيرامايد؟ في الحقيقة علاج اللوبيرامايد هو حال الدايفينوكسيليت، يعتبر هو بيبريدين ديريفيتيف. الآلية اللي يعمل بها يقلل الجي اي تي موتيليتي، مثل ما ذكرنا انه زيادة بالجي اي تي، زيادة بالانتستينال موتيليتي هي تعتبر
ميكانيكية من ميكانيكيات حدوث الإسهال. تأثير اللوبيراميد يكون دايركت إفكت، اللوبيراميد عنده دايركت إفكت على الانتستينال وول ماسلز. شو راح يسوي؟ راح يقلل الانتستينال موتيليتي، راح يزيد الترانزيت تايم اوف انتستينال كونتنت بواسطة تقليل الفيكال فوليوم، وبنفس الوقت يقلل اللوس اوف فلويد اند الكترولايت، وبنفس الوقت يزيد الفيسكوسيتي اند بولك ستول. زين، هل علاج اللوبيراماد يعبر البلد برين بارير؟ في الحقيقة الجواب هو كلا. يأتي كتاب الكلينيكال دراج ثيرابي بصفحة 705 شو يقول؟ يقول انه اللوبيراميد does not penetrate the CNS wall، لذلك هو ما يسوي لي CNS effect، فلذلك هو lacks potential for abuse، أي أنه لا يساء استخدامه مثل ما شفنا بالدايفينوكسيليت، على العكس ما شفنا بالدايفينوكسيليت والأتروبين. مع ذلك يجي كتاب الكوميونيتي فارماسي بنسخته الحديثة شو يقول؟ يقول اللوبيراميد عنده مينيمال سي ان اس سايد افكت، فهو او بالرغم من انه السي ان اس ديبريسنت افكتس والريسبيراتوري ديبريشن احنا نشوفها او بالهاي دوزز، نشوفها بالهاي دوزز. اخلي في بالي انه علاج اللوبيراميد يؤخذ بغض النظر عن الطعام. زين، ما هو حكمه خلال فتره الحمل والرضاعه؟ خلال فترة الحمل يصنف علاج اللوبيراميد المعروف في العراق باسم فاكونتيل يصنف كاتيجوري بي، ويفضل تجنب استخدامه في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وأما خلال فترة الرضاعة فينصح باستخدامه بحذر. هل يعتبر علاج اللوبيراميد من أدوية الـ OTC؟ في الحقيقة نعم، يعتبر علاج اللوبيراميد من أدوية الـ OTC التي يمكن للصيدلي صرفها، وخصوصا للأعمار الأكبر من 12 سنة، فهو OTC للأعمار الأكبر من 12 سنة. خلي في بالك أنه علاج اللوبيراميد هو غير منصوص استعماله لعمر أقل من 4 سنوات في بريطانيا، بينما في أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يوصى باستعماله للأعمار الأقل من 2 سنين، يستعمل اللوبيراميد لعلاج الإسهال الحاد والمزمن. زين، تعال يابا شنو هي الجرعة مال اللوبيراميد؟ اوكي، بالنسبة للتشلدرن موضح لك اياها اني بهذا الجدول، طبعا يجيك كتاب الويلسون اند جيزوول تكست بوك اوف اورجانيك ميديسينال اند فارماسيوتيكال كيمستري بنسخته هي رقم 12. شو يقول؟ يقول بصفحة 788 الجرعة الموصى بها حبتان، يعني 4 مللغرام، تليها حبة واحدة يعني 2 ملي جرام بعد كل خروج، علما ان الماكسيمم ديلي دوز هي 16 ملي جرام باليوم الواحد، اي ما يعادل 8 حبات. وطبعا من اهم النصائح العملية التي يجب ان يقدمها الصيدلي للمريض اثناء صرف علاج اللوبيراميد، يعني ضروري انه تقول له او تنصحه انه بشرب كميات اكبر من السوائل. وملاحظة كلش مهمة، هاي هماتين تلزمها وتخليها ترشية بإذنك اليسرى. في الحقيقة بصورة عامة انه من الضروري التوقف عن استخدام هذا العلاج اللي هو اللوبيراميد اذا لم يشفى المريض خلال 2 يوم من استخدامه، if clinically improvement has not occurred. زين، شنو هي أهم التداخلات الدوائية بين اللوبيراميد والأدوية الأخرى؟ في الحقيقة كتاب الإراكي ميديسين جايد يقول أنه ماكو فد تداخلات دوائية واضحة أو ميجر دراج دراج انتراكشنز بين اللوبيراميد وبقية الأدوية. مع ذلك كتاب الستوكلي دراج انتراكشن بنسخته الحديثة يوضح لنا بعض التداخلات الدوائية مثل ما وضح لك إياها آني بهذا الجدول. بالنسبة للأعراض الجانبية لهذا العلاج عندك، طبعا الأعراض الجانبية مالته هي few and mild، ومع ذلك اللوبيراميد ممكن انه هو يسبب لي abdominal pain, constipation,
fatigue, nausea, vomiting, drowsiness. في الحقيقة قد يسأل سائل أنه من هو الأفضل، اللوبيراميد لو الانتيروستوب؟ في الحقيقة يجيك كتاب الأبلايد ثيرابيوتكس بنسخته الأخيرة ويقول لك السلام عليكم، اللوبيراميد هو preferred over diphenoxylate atropine بين قوسين انتيروستوب because of its greater efficacy, better tolerance and over the counter availability and over the counter availability. فالكلام جدا واضح. أشكال اللوبيراميد الموجودة في الصيدليات العراقية عند هذا الدياراستوب، هذا شكل الحب مالته، هذا هو الفاكونتيل اللي تصنع شركة ميدوكيم القبرصية، وهذا هو الأموديوم اللي تصنع عليها شركة جانسون. هس احنا لحد الآن خلصنا من البارت الثاني اللي يخص التريتمنت اوف دياري. طبعا نأكد على انه نوع الدياري اللي نعالجه احنا كاو تي سي ومايلد اكيوت دياري، وشرحنا الأدوية بطريقة عملية وشفنا شنو هي أشكال هذه الأدوية الموجودة في الصيدليات العراقية. فلذلك أنا أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ولا تنسونا من دعواتكم، وشكرا جزيلا لطيب المتابعة. أقول لا الحلقة الجاية لا مستحيل، ماذا أصدق؟ يلا تحمل تحمل.